رغم درجة الحرارة المنخفضة خلال الصباح الباكر، يشتغل قرابة 200 عامل يومي بهذا الحقل مستغلين فترة جني البطاطا غير الموسمية لكسب رزقهم. خدمة كي من هيك طالع، احنا بطالين نخدموا في الفلاحة كما هيك لقطوا مع الناس برك، كل مرة مع واحد هذا جابوا ربي ناكلوا معاه الخبز. نخدموا لهنايا خمس سوايع 100,000 ناجرني، احنا في رجال مال لهنايا نخدموا البطاطا والطماطم اللي هنا نكملوا البطاطا نزيدوا نغرسوا الطماطم، المنطقة هذه تاعنا في لحية. أعداد هائلة من العمال الموسميين عبر حقول البطاطا، ما يعكس وفرة الإنتاج بالولاية. محصول البطاطا الغير موسمية والتي غرست على مستوى ولاية قلمة حوالي غرسنا حوالي 110 هكتار، توقع إن شاء الله أن راح نجري حوالي حتى 40,000 قنطار من المساحة الكلية، منها ما يعادل 1,000 قنطار موجهة للبذر. المنتوج هو وفير الحمد لله، البطاطا هاي من 250 300 قنطار في الهكتار، خدمناها شوية في ظروف صعبة. الفري ياسر شي غلا، لي زونغري غاليه، الادويه غاليه، ومع الجفاف تعبنا فيها شويه والحمد لله. وبالموازاة مع ذلك يشرف حملة غرس البطاطا الموسمية على الانتهاء، وسط توقعات أن ترتفع المساحة المغروسة إلى أكثر من 300 هكتار، أغلبها تدخل في برنامج تكثير البذور.